حرزتها هدية أحرار حرزتها وأشبال الثورة السورية إلى العرب والمسلمين الذين رفضوا تسليح جيشنا الحر للقتال ضد النظام الأسدي المجرم، فكانت أولى اختراعاتنا سلاح توحيد واحد، سلاح خفيف سهل الفك والتركيب، وتم تسمية هذا السلاح بتوحيد واحد أملا بتوحيد جميع كتائب الشام وريف الشام تحت لواء واحد للقضاء على نظام الأسد وزبانيته. زند وصلت صحية قوة. ينجمع هكذا من بواري صحية. هذه المقبض كمان عبارة عن بوري صحية. هذه هي بيت الطلقة. بيت النار. شو الطلقات اللي بياخدها؟ بكسة قناص فرد 17 روسية. كافة أنواع الطلقات. ايه ممتاز. نجربها إذا تضرب. تضرب إيدها. هذا هو سلاح توحيد واحد، براءة اختراع لأشبال الثورة السورية في مدينة حرزتة، ويأمل هؤلاء الأشبال الأبطال بأن تتوحد جميع كتائب الشام وريف الشام تحت لواء واحد لدحر النظام المجرم. الآن سيتم تجريب سلاح توحيد واحد. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.